مفاتيح دائرية. ما تفسير ميدالية مفاتيح دائرية؟ مرسوم عليها وردة حمراء، يعني في علاقة عندك مع ناس، ربما صديقات أو ربما أهل أو ربما أشخاص، شخص يعني. يا سارة لا تقطعيها مهما كان السبب، يعني مهما كان اللي بينك وبين هالناس هذه في خلاف أو في فراق، لا تقطعيها، لأنه حيكون في إلك في خير أو فايدة منه في المستقبل، والله أعلم.